السوق بتاع الذهب خلال الفترة اللي فاتت، في ناس كتير يمكن المتعاملين بيهم اللي بيتكلموا عنه، لكن في ناس كتير كانت مشغولة عنه بالدولار، في ناس كتير كانت بتتكلم عن الدولار والجنيه والارتفاعات بتاع، وناسية فكرة الذهب وسوق الذهب، مع ان الواقع ان ده الابدى من ده. سوق الذهب هو السوق الاصلي، والعملات والاقتصاد بيقيم اساسا مش بالعملة، بيقيم بالذهب والاحتياطي من الذهب اللي عندك. ده بخلاف بقى سوق التعامل، انتوا عارفين المصريين الذهب بالنسبة لهم ده هو تحويشة العمر، وهو الحيلة، تقول لك انا عندي شايله لدفنتي ست غشات مش عارف بندقي ذهب بندقي ولا مش عارف ايه، كلام كتير منه. سوق الذهب ده حصل فيه تغيرات زلزاليه خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، ارتفاعا وهبوطا دون اسباب حقيقيه. فاحنا قررنا في الحياه اليوم ان احنا نفتح هذا الملف دلوقتي ونفهم ماذا يحدث في سوق الذهب. يعتبر الذهب سلعة شبه محصنة من المحن الاقتصادية، ولكن شأنه كشأن باقي السلع يتعرض سعره لارتفاعات وانخفاضات نسبية على مر الوقت، ولكنه يتميز عن باقي السلع بأنه لا ينتهي أو يستهلك. وخلال الفترة الماضية وصل المعدن الأصفر الاستحواذ على المساحة الأكبر من الأخبار الواردة من البورصات العالمية جراء التذبذب السعري الذي شهده بسبب ارتفاعات الأوقية العالمية لدرجة كبيرة ثم تراجعها، الأمر الذي أثر على أسعار الذهب في السوق المحلي. فهناك عوامل كثيرة تؤثر بثبات على سعر الذهب وتحدد الاتجاه العام لأسعار الذهب سواء للانخفاض أم للارتفاع. عوامل جعلت أسعار الذهب تتخطى حاجز 400 جنيه لكل جرام، عوامل من بينها هو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، قلة المعروض في الأسواق، وكذلك حالة الركود للبيع والشراء. وبعد اضطراب سوق العملة في العالم جراء الضربة التي تلقاها اليورو، لجأ المستثمرون لتخوين الذهب، وذلك لأنه الملاذ الآمن لهم والذي لم يحدث لسعره اضطرابات كبيرة، الأمر الذي قلل المعروض عالميا ورفع الأسعار في مصر. تذبذب في أسعار الذهب دعت إلى طرح العديد من الأسئلة التي تنتظر الإجابات، أسئلة كان منها من يحدد سعر الذهب ومن يراقب سوق الذهب في مصر، وهل سعر الذهب مرتبط بسعر الدولار في السوق السوداء أم مرتبط بالسوق العالمي؟